حسن مخي الكاتب العام للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربه. خرجنا اضطرينا نخرجوا لهذه الوقفه احتجاجيه من بعد هاد عام ونص باش حطينا الملف عند رئاسه الحكومه فيما يخص المطالب ديال المهندسات والمهندسين اللي قدموا الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربه. ولكن بعد عام ونص بعد واحد العدد ديال واحد مده طويله ديال المسائل الحميده تنتفاجئوا دابا بان الملف ديالنا لم يتطرق مازال ما تطرقوش ليها له، ولهذا اضطرينا باش نخرجوا نحتجوا. من بعد ما سلكنا جميع الطرق راسلنا الحكومه والوزارات اللي تخدم اكثر عدد ديال المهندسين ومنهم وزاره الماليه، وزاره التجهيز، رئاسه الحكومه، وزاره الفلاحه الى غير ذلك. ولكن مع الاسف هذه المسائل الحميده اللي طالت عام ونص في اخر المطاف لقينا راسنا الملف ديال المهندسين مازال ما عالجوش واضطرينا نخرجوا. وانتم عارفين الازمه ديال الهندسه في المغرب والازمه ديال المهندسين. حنا المطالب ديالنا ليس فقط الزياده في الاجور، بالعكس حنا كاين بالفعل كاين اقرار نظام اساسي جديد للمهندسين في الوظيفه العموميه، ولكن كذلك تنظيم ممارسه المهنه المهندسيه، وبالاضافه الى ابرام اتفاقيات جماعيه من اجل حمايه المهندس الاجير. المعتمد الخضري كاتب عام ديال الفرع القطاعي ديال الداخليه والجماعات الترابيه. احنا في القطاع بدورنا جينا نشاركوا فنبهوا هذا النداء ديال القياده ديال الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربه. كقطاع فاعل وعندنا حضور قوي فيه، وكنعانيوا بواحد النوع ديال يعني ديال التناسي وديال الحكره مزدوجه في القطاع، بحكم ان القطاع مؤسسه يعني فيه خصوصا الجماعات الترابيه مؤسسه فيه ما هو السياسي كيطغى على ما هو اداري وتقني. كان ملف مطلبي ديال الاتحاد الوطني للمهندسين منزل هذه تقريبا سنه من واكثر لدى الحكومه، مازال ما كانش التلبيه ديالها، ما كانش حتى حوار جدي فيه. يامين بابا عضو المكتب الوطني ديال الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربه، اليوم الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربه كينظم وقفه احتجاجيه انذاريه، هي في حقيقه وقفه رمزيه للاحتجاج على الاوضاع المزريه اللي وصلها المهندس، كذلك للاحتجاج على عدم تعامل ايجابي مع الملف ديال المهندسين، خاصه النظام الاساسي ديال المهندسين المشتركه بين الوزارات. كذلك كاين ملف اخر اللي كيهم المهندسين، هي تنظيم المهندس الهندسه اللي باقي جد متعطر، وفي المغرب ما كاينش شي حاجه سميتها تنظيم الهندسه في المغرب. دونك هذا بين الملفات الشائكه، وكاين كذلك ملف التكوين الهندسي، وكاين ملف ديال الاتفاقيات الجماعيه داخل القطاع الخاص. دونك بين هاد الحوايج اللي كان طالبوا بها الحكومه ان تستجب لهم، خاصه اننا في على خدام كاين الحوار الاجتماعي خدام، ورغم ذلك الى حدود الساعه الى حدود اليوم 25 ابريل ما كاين حتى اشاره ايجابيه انه سيتم التعامل مع المهندسين. عزيز الهلالي عضو اللجنه الاداريه للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربه ورئيس رابطه المهندسين الاستقلاليين، اليوم ممارسه المهنه الهندسيه في القطاع الخاص تتم في ظروف الفوضى، مهنة الهندسة غير منظمة بالمغرب. نحتاج اليوم إلى إحداث قانون جديد ينظم المهنة الهندسية، يضبط من يمارس المهنة الهندسية، يضبط طرق مزاولة المهنة الهندسية، ويحمي من جهة المهندس المغربي ومن جهة ثانية الزبون الذي يستفيد من خدمات المهندس أكان في القطاع الخاص أو كان في القطاع العام. إذا اليوم تنظيم المهنة هو شيء أساسي وشيء ضروري، ويجب على الحكومة أيضا أن تفتح معنا هذا الملف لتضع مشروع قانون يعرض على البرلمان من أجل هذا الهدف. المطالب ديالنا واضحة. الجانب الأول هاد المهندسين هادو كاملين ما بغاوش يخويو البلاد ويمشيو للامتيازات اللي كاينة برا، يعني ناس وطنيين
وفي المقابل الحكومة لا تريد إقرار واحد النظام أساسي خاص بهذه الفئة هذه، لأن جد متضررة مع الغلاء ديال المعيشة. الجانب الثاني هو نطالب بتنظيم ممارسة الهندسية، لأن غير منظمة في المغرب، وهذا غدم التنظيم كيخلي بأن المواطن يتضرر، الهندسة تتضرر، كل متضرر. الجانب الثالث هي كاين واحد التناقض عندنا في البلاد ديالنا، أن الحكومة المغربية مقبلة على واحد الأوراش كبرى، الهندسة في صلب هذه الأوراش، وفي نفس الوقت تدير ظهرها المهندس، وهذا التناقض غير مفهوم. فجينا لهنا باش نصوا الصوت ديالنا، لعل وعسى من بيده القرار يستدرك الوضع وينصف الهندسة الوطنية والمهندس المغربي.